هانتي دايرين لاباس عليكم بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد السردين بحال ديال الحوق اللي كيجي في الحوق. غادي نحتاجو ليه كيلو تاع السردين على حسب اللي عندكم. انا شريت كيلو، نص كاس تاع الزيت، الوراق تاع سيدنا موسى تيقولو الوراق الرمز، السودانيه نورمالمون كتكون ديك السودانيه اللي في المزاود، انا ما عنديش، عندي غير طحونه، المليحه والماء وحامضه معصوره. غادي نبداو على بركة الله، غادي نبداو على بركة الله. غادي نستفو هاد السردين ديالنا هنا هكا نطوي على جوج، راه مغسول، غسلتو البارح انايا ونقيتو. ها هو راه مغسول، وحيد ليه هداك السنسول وكلش. ما تقدروش غير على حسب هذاك المزاود كيجي زين، اللي انا ما طاحش عندي. نديرو قياس تاع الملح حسب السرد ديال ديجا راه كيكون مالح. نديرو مريقه تاع اللي بغا يدير مصيص يدير نص كاس تاع الزيت، غادي نغطيو عليه، نديرو عليه الماء حتى يتغطى. هاكا تيتغطى داك السردي لي تغطى بالماء، ونشعلوه بالماء نقصو عليه بشويه ونخليه حتى راه كيجي غزال. هاد السردين راني غادي نرافقو انايا بواحد بحال شميضه وحده ديال المحفور وحده ديال الطنجره المرقد والخبيزه، انا غادي نوريكم كيفاش. شوف دابا راه بديتو كيطيب، غادي ندير معاكم هادي الخبيزه مقطعه مغسوله فيها ربطات المعدنوس، ربطة ديال القزبور، الثومة. غادي ندير معاها شوية بزار، هذا زيت فيه زيت ليسيور وزيت تاع زيت الزيتون. ها هو كاس الملحة، الكمون، الحميرة، الحامض دواور، شوية خرقوم، والزيتون كحل، والزيتون خضر بلا عضر. انا كندير لها واحد الطريقة ما كنضيعش ليها، حيت هي داك الماء ديالها هو اللي فيه الفيتامينات، كنخليها هكا نغسلها مزيان ونديرها ديريكت، نحط فيها القوام غير الحامض والزيتون حتى الاخر، كندير لها كلشي دروكا كطيب باش داك الماء ديالها هو اللي فيه داك الفيتامينات. الا سلقناها ولا كيمشي لها كلشي، داك نحافظ ليها على الفيتامينات ديالها يبقاو فيها. هي راه زوينه مولفه، كنزيد معاها لي زيتينا ولا عصفور. راني ما هذا اللي جبت البحر وماشي طيبوا عاودوا شوفوا نتوما ولا كانت ناقصه نزيدو خرقوم شويه بزاف. ها الزيت فيه زيت العود وزيت لاخر بكاس قولي كامل، فيه النص هاك والنص هاك. كنديروا عليها الماء ها هي، ونخليوها طيب داك الماء ديالها
خاصة باش تزيد فيها شوية. بغيت نعاود نزيد ندير واحد لاصالاد معاه ديال المحفور. حنا كنقولوا ليه المحفور راه كان بالتراب وكل شيء، راني حيدت ليه التراب غسلته وجرته، وكاين اللي كيقول ليه لفت المره. حنا كنقولوا المحفور، ها هو المحفور. خاصنا نص كاس تاع الزيت، نص معلقه تاع البزار، تحميره معلقه، الملح على حسب، معلقه الكمون، خرقوم، هذا السيترون تاع الاخر راني عاد نديروه، والثومه. دابا غادي هاني قطعتوها هو درت ليه بحال هكا. غادي ندير ليه الماء، انا غادي طيب خليه حتى يطيب ونعرفوا بان طاب، عاد نعاود نرجع معكم باش نوريكم التشرموله ديالته. دابا هذه التشرموله ديال المحفور، هاني درت هنايا شي 4 أو 5 ولا 4 ديال المطيشات محكوكين. غادي هاد التشرموله غادي نهز منها حتى للدنجال، حتى هو مشرمل، ها هي غادي نصوبها وغادي نشرمل منها حتى الدنجال حتى هو. راني درته دابا نوريكم كي مقطعه باش نسلقوه، تيتسلق ليا هادشي حتى هو. ها هي هاد التشرموله، ها هي ندير لها التحميره بزاف، ملح على حسب. نحكو فيها الثومه، الشرموله دابا راني غادي ندير منها الدنجال وغادي ندير منها المحفور. لا ميم بحال بحال، لا ميم القوام اللي فيها فالدنجال. دابا راني قطعت لكم عندي الثومه تاع هي، وكاني غادي نعاود نقطع الربيع تاع هو باش نديرو تم. ندير الزيت نص كاس هكاك، هاهو نجي نحركو هاد الشرموله. هادي هادي راه غادي نهز منها المحفور وغادي ندير منها الدنجال، هاهي وغادي نحطوها تقلى مزيان ونرجع معكم نوريكم كيفاش غادي نديرها في المحفور ونديرها في لاخر. ملي تسلق ليا المحفور ها هو صفيتو من ديك الماء ديالو، غادي ندير ليه لاصوص اللي طيبت قبيله، ها هي غادي نخوي ليه النص ونخلي النص الاخر في الدنجال. نخليه حتى هكا يدخل لي شويه القوام ديالو، الخبيزه ها هي حتى هي ملي طابت داك القوام ديالها ها هي كي كتولي ها شتي، ها هي كنخليوها شويه تسمو داك الماء ديالها راه هو باق شويه. غادي نزيدو عليه الزيتون ها هو، نخليوها تنشف شويه من ديك الماء ديالها وندخلو عليها، هي قريبه تسدي شويه. هذا غنخليه حتى يدخل لي هذا القوام ديالو حتى هو، والدنجال هاني درتو هنايا يتسلق ها هو. ملي غادي يتسلق غادي نوريكم ديك الشرموله كي غادي نديرها باقي في الاخر، غادي نوريكم التقديم الاخراني. السلام عليكم. ها هو تسلق، ها هو غادي ندير ليه هاد لاصوص شفتوها،
على الباذنجان. شويه شرب هذاك الماء مع الباذنجان كيبقى فيه الماء. كيبقى داك الماء نخليو غير يشرب هذا الماء صافي ونرجعوا معكم باش نديروا التقديم الاخراني كاع ديال لي هاد لي صالاد لي درت والحوت. دروك ملي كملنا الشلايض ها هو الباذنجان ها هو ها المحفور وهاد واحد مخللين خضره على الكبيزه ديالنا ها هي والحوت راح حتى ينشف من ديك الماء تاعو كله كتبقى غير الزويته واقفه شتيها كيجي بحال ديال الفوق جربو راه كيجي زوين زوين والقبيز ديال الفطا وزويتينات وبالصحه وبالهنا ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله نلتقاو معكم فيديوهات اخرين وما تنساوش تدعمونا باش نزيدو نعطيو ونزيدو نعطيو ديال الفيديو. ونشكرو كاع الناس اللي دخلوا عندنا جداد. السلام عليكم الى فيديو اخر.